الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث واجعلنا ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين وأنزلت ما واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين ربنا فاغفر لنا ربنا آمنا ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونسدي إليك الخير اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونسدي عليك الخير إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريحا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريحا نافعا غير ضارين عاجلا غير عاجلين اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك
وشر رحمتك وفي ولدك الميت يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير الضارين عاجلا غير عاجلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين انت الغني نحن الفقراء انت الغني نحن الفقراء انزل علينا الغيث انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الهين وبلاغا الهين اللهم اسق بهائمك وعبادك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا عليك توكل واليك انبنا واليك المصير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أنجي المستضعفين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم احفظ المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أهل الكفرة والفجرة والمبتدئ واليهود والنصارى والمشركين اللهم شكل شأنهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد من القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على